يحبه، بل محبته من علامة الإيمان، وبغضه علامة النفاق، علامة فارقة أيها الإخوة، علامة فارقة. روى الترمذي في جامعه الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: إن كنا يعني معاشر أنصار لنفرق، أو قال لنعرف المنافقين. تعرف هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق، كيف؟ قال: ببغضهم علي بن أبي طالب. من أين لك هذا يا أبا سعيد؟ على فكرة أبو سعيد الخدري مالك بن سنان هو من المفضلين للإمام علي أيضا على سائر الصحابة، هذا أحد الثلاثين أبو سعيد الخدري، وهذا حديثه. من أين له هذا؟ لأن النبي قال لعلي كما أخرجه مسلم في صحيحه، قال الإمام علي: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول علي: أنا لا أكذب على الرسول، وحاشاني أن أكذب على رسول الله. هو قال هذا وعهد إلي هذا العهد أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. واقرأوا سيرته لتعلموا لما له هذه المزايا، اقرأوا كيف عاش وكيف مات هذا الرجل، لتعلموا لما له هذه الخصائص، هذه المناقب، هذه الفضائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه.